فكرة الدرون اللي طلعت عندي هي أول شيء أنا كنت فيت بمشروع عم صمم سيارة، فقلت أنا ليش ما بعمل شيء مشروع أقل كلفة وممكن ضوي علي أكثر. ففتت حضرت فيديو بموتها بحرب أذربيجان اللي انتصرت فيها تركيا ولله الحمد. فتت على حدا من رفقاتي بعت لي فيديو أنه موضوع سلجوق بيركدار. ففكرة الأستاذ سلجوق بيركدار بلشت من فكرة أني طيارة كتير صغيرة، أنه شيء يعني بدائي. فلما حصل على دعم البيركدار صارت اليوم مشهورة بالعالم كله سوا ولله الحمد. وحلمي انه التقي بالاستاذ سلجوق بيركدار وكون احد تلامذته وان شاء الله، وبيمشي علي بهذا المشروع وبقلع فيه ان شاء الله. املي ان شاء الله انه انا كشخص محب لتركيا ومعروف بالمنطقه عنا، انا كثير يعني بدافع عن تركيا والفيسبوك دائما على طول بدافع عن الرئيس اردوغان. فبتمنى لو انه بلاقي بتركيا حدا بيساعدني بهذا الموضوع او بحصل على منحه او بحصل على تمويل، ان شاء الله بكفي هذا المشروع وممكن ان شاء الله اكون سلجوق بيركدار لبنان. بدنا في سلجوق بيركدار بتركيا، ان شاء الله ممكن تكون سلجوق بيركدار بلبنان. بالنهايه القصه كلها واقفه على الامكانيات، لانه هون مثل ما قلت لكم ما في امكانيات عنا. فان شاء الله نتامل بتركيا ان شاء الله من لقي من يسمعنا. حاولت كثير ما حدا ساعدني، وخصوصا بلبنان هون ما حدا بيساعد بهذه المواضيع. فحبيت اتوجه نحو تركيا. اكيد المسيره كمان سلاح ذو حدين، ما انه ضروري تكون انه هي تستخدم للجالم الحربي. فممكن انت تستثمر فيها بمجال الزراعه، ممكن تستثمر فيها بمجال الطب او مثلا اطفاء الحرائق. فموضوع ما ضروري نحن ناخذها على الاتجاه السلبي، لا، انا ان شاء الله ممكن ان شاء الله بيخدها بموقف الايجابي ومنطور فيها بلدنا. ممكن مثلا عندنا صارت حرائق هيدي السنه بالصيف، فالدوله عندنا عجزت بشكل كتير كبير عن اطفاء الحرائق اللي عندنا.